ما عم تفتح لنا التلفزيون كده نشوف فيه. بيسان خانم. ايوه لطيفه خانم. طالعتي الدجاج من الثلاجه؟ ايه انا ثلاجه. انت بتعرفي منيح انا قصدي اي ثلاجه. نفس الثلاجة اللي طلعتي منها الدجاج امبارح لوسيم. وسيم؟ ما في شي بيني وبين وسيم. كذابة كذابة. انقلعي من بيتي انقلعي. تمام. الكل بيسألني عن سر جمال شعري. ايه سر كثافته؟ ايه سر لمعانه وحيويته؟ النهاردة أنا هشارككوا السر ده. السر هو في شامبو لواحص. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. عندنا النهاردة لقاء مع شخص مميز. شخص قامة. هديل. ها؟ مش دي خالتك زكية؟ اسكتي اسكتي ده احنا مستعرين منها كلنا. ونجم ساطع في فضاء الفن في جميع انحاء مصر. اكبر كومبارس فيكي يا مصر. نعم ده زكية ظرف الفلوس هيوصل لك اول ما نخلص اللقاء ان شاء الله. انتي صدقتي الكلمتين اللي انا قلتهم؟ ده انا قلب ابيض. انا كده بعلى 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 وبهبط على مفيش. انتي حبيبتي والله حبيبتي. داري على فضحتنا. قلبي قلبي. رمضان كريم علينا وعليكم يا جايز. انا النهارده مزاد الشارع المصري الجميل الحبوب اللطيف الظريف، وحبيت اسال مواطن مصري عادي ايه هي مخططاته في شهر رمضان، يعني ايه هي احلامه وايه هي طموحاته. وهننزل وهنشوف مع بعض الشارع مع برنامج صدى الشارع. القرش بقى يجري في ايدك الشربين، بقيت تلعب بيه لعب وهو ربنا فتحها عليك ورزقك من واسع والحمد لله. ده انت يا راجل بقى بدل المحل عندك تلات محلات، وبردك الشارع محل الاربعة بنت سعاد بنت الجيران. اسم الله كبيرة واعية ولا ناس طيبين قوي قوي، وبرده محتاجين اللي يسندهم ويحابي عليهم. انا فرحان في ايه يا حاج؟ فتح يا عليم يا رزا يا كريم. اللي واخد عقلك ماله يتفاحوا. ايه سر خلافك مع الفنانة باكينام؟ باكينام؟ هي باكينام بقت فنانة؟ ده نطفش. ده اول ما طلعت شفتي حواجبها كانوا عاملين ازاي؟ كانوا رفع الفتلة. السونس الشادية. ده اعلان اسانس شادية. وبدل ما نجيب لكم بنت فرفوره وفلحوسه كده لابسه فستان حرير وكل ورد كده وحاجات فرافير بتحط ميك اب كتير، وبدل ما نعمل لكم اعلان ملوش علاقه بالبرفان جبنا لكم بنت عاديه هدومها بتبقع ساعات، وصراحه مش دايما شكلها جذاب، بتمشي وتتكعبل، شعرها هايش ومنكوش، ساعات بتلعب في مناخيرها، بتعمل شغل بيت زي اي بنت عاديه. اسانس شادية لكل البنات العادية. السونس الشادية من بيت الحاج بسيوني وأولاده. دلوقتي احنا مستنيين في أي ثانية أي حد يعدي عشان نسأله ايه هي مخططاته في شهر رمضان. يا ترى فين الحد ده؟ هيجي امتى؟ اوه هاي اهلا، كل سنة وانت طيبة. احنا هنا في برنامج صدى الشارع، تحبي تقولي حاجة؟ طيب اسمك ايه؟ مين؟ مش مهمة انا مين، المهم ايه هي مخططاتك لشهر رمضان؟ الناس مع اذان المغرب. طيب اذان المغرب، بعد ما تسمعي اذان المغرب تعملي ايه؟ اللهم استر على ولانا يا شيخ، كفايه قرف، قرفتونا كلكم في التلفزيونات والقرف ده، ما تحلوا مشاكلنا بقى، استغفر الله العظيم. ياي سو كيوت سو شعبي، اي لاف ات. ده كان برنامج صدى الشارع رمضان كريم. يا اخي والله قرفنا من البرامج دي. احكي لنا
بقى يا مدام زكية عن آخر أعمالك. تشرفني ان انا اكون زميلة الفنان الكبير والقدير علي علوكة وزميله اشرف كوخة وباخراج المخرج العظيم الفنان الكبير مخرجنا حبيبنا حبيبنا مخرجنا تاجنا ورأسي دراسنا مخرجنا حازم حازم بمساعدة شربيني شربيني. بسوني بسوني كان جاي بس مع للأسف انشغل في عمل فني تاني فما قدرش يجي معنا. الحقيقة دول ناس يعني خاص. لسه ما حكتلكيش يا بنت الدور اللي انا لعبته. لعبت دور وخمسة لعبت دور تاني ست بتزغرط على اليمين لما كانوا طالعين من السجن في الزفة. بطاريات شكلها فضلت. انتي ليه ما بتاخديش ادوار بطوله يا مدام زكيه؟ انا كل ادواري ادوار بطوله. ده انا بقول لك تاني واحده كانت بتزغرط من على اليمين مش الشمال يعني عشان دي شكلها السكه اللي انت بتمشي فيها. همشي امشي 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 جت كل قرف يا زول. اقفل التلفزيون ده ساعه يا اخي. الجميل اللذيذ الحبوب التكييف شغال ونسيت انه شغال. نجمه يلا نجمه. الصنص الشاضي الشاضية شاضية والشزايا قليلة. لحظة ما حط صباع عشان الفوق. يجي لك يوم تندم على ما سويت. اسرح كبت الجرين شوي شوي مرجح السبح بعدين سرع دخلها بقى في عينك. يلا ايه القرف ده؟ مايكل ياي سو كول ده على اي راديو. انتي سقعانة بس الدنيا برا حر. اوعي اللي ما يطول العنب حرام الله لعنه هيقول. احب البر والمزيون. هنا ولا هنا؟ everywhere. انا بتصلك كنت معنا في حارة حاسة نومك. why مهم we need to talk about this. حاجة off camera بقى يعني خلاص. we're like that. اروح اعمل ازالة الشعر دي خلاص. we're like that. زرار ده فين الزرار؟